بنرحب بيكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا اللي مشرفينا النهاردة، نجومنا الكبار كابتن حلمي طولان، كابتن القدير ومدير فني النادي إنبي. كابتن حلمي بنرحب بيك على أنا قناة بشكركم جدا على الدعوة الكريمة ديت، وأنا سعيد إن موجود في هذا الصرح العظيم جدا. ودي مش أول مرة لي، أنا كتير جدا جيت وكنت في استوديوهات تحليلية، وسعيد إن أنا مع اخوات الصغيرين الكابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل، وطبعا سعيد ان انا اكون معاك يعني وفي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن حلمي، ملك الشياكه دايما، بس دي كانت لازم تبقى حمرا شويه. كابتن علاء ميهوب، ما ينفعش يا كابتن، قلت له بس ما ينفعش يا بيه. اهلا نورنا ايمن، وطبعا النهارده